المتغيرات. أول موضوع يمكن أن يتطرق إليك لما تجي تدرس أي لغة برمجية أو الخوارزميات بشكل عام، ألا وهو الـ variables، المتغيرات. المتغير هو عنوان للتخزين بالذاكرة، يعني مرتبط باسم، قد يكون الاسم رمزي أو أنه يحتوي على عدد معلوم وغير معلوم من المعلومات. ببساطة، أنت الآن لما تريد تخزن فد معلومة معينة في ذاكرة الحاسوب، لابد أنه تخزنها، وعملية الخزن هذه تسمى في المتغير، أنه تخزنها داخل المتغير، تسمي هذا المتغير وتعطيه نوع. فعلى سبيل المثال اسمك، الاسم الخاص فيك، فهذا متغير نصي، وبالتالي فأنت لما نقول متغير نصي، إذن جاي أنه تسمي أو تعطي نوع لهذا المتغير. طيب أنت تريد تخزن اسمك على شكل متغير اسمه name، إذن الاسم name ونوع المتغير هو متغير نصي. فعلى سبيل المثال قيمة الباي 13.4، هذه القيمة هي عبارة عن متغير رقمي، ولو دققنا في أكثر متغير رقمي عشري وليس بصحيح، وبالتالي فأني لما أجي أخزنها ذاكر الحاسوب فلابد أنه أعرف متغير نوع رقمي عشري وأخزن به هذه القيمة حتى أستفاد من عدها أثناء عملية البرمجة. إذن هنالك نوع المتغير وهنالك اسم للمتغير. فعلى سبيل المثال المتغيرات النصية فيمكن أن تخزن فيها قيم نصية. المتغيرات الرقمية وهي متغيرات إما أن تكون نوع صحيح، دائما ما يطلق عليها اسم integer اختصارا لها int، اللي هي أرقام صحيحة بدون فوارز عشرية، وإما أنها تكون ذات decimal معين، يعني أرقام عشرية ذات دقة معينة، وهي double، يعني يعرف على أساس أن هي double، دائما ما تستخدم هذه الكلمة. وهنالك متغيرات منطقية، المنطق هو إما أن يكون صح أو ما يكون خطأ، وبالتالي راح تخزن لك أو تعطيك نتيجة صح أو خطأ. فمثلا إما أن يكون الشخص عمره أكبر من 18 سنة أو لا، فبالتالي النتيجة إما أن تكون صحيحة أو خطأ. فهذه المتغيرات المنطقية اللي هي ما تسمى في البوليان، ويمكن أنه أنت تخزن حرف معين، فهذه ما تسمى بالمتغيرات اللي هي تكون كاركتر، دائما ما يرمز لها بالرمز كاب. تمام؟ إذا هنالك شروط لتسمية المتغير. أنا ما أستطيع أنه أعطي أي اسم للمتغير، بسيط جدا، أنه في البداية يجب أن يبدأ بحرف، يعني ما يبدأ برقم، يعني لا يبدأ برقم، يجب أن يبدأ بحرف، أو تبدي بعلامة الأندرسكور، وهذا راح تشوفه أنت. راح نتطرق لكل هذا الكلام، راح نتطرق لأثناء العمل. وكذلك لا يحتوي على مسافة، من غير مثلا تقول اسم معين، مثلا the name، يعني مثلا اسمي صفاء جاسم، هنا ما تستطيع أنه تفصل بسبيس ما بين الاسم الأول والاسم الثاني، فهذا خطأ، لابد أنه تفصل بيناتهم باستخدام العلامة الأندر سكور. إذن هذه مبادئ أساسية على المتغيرات بشكل نظري، حتى لما ندخل في العملي هذه المعلومات كلها راح يعني تطبق بشكل عملي باستخدام لغات الكوتلت.